قدراش نفضوها سيرة ونمشوا من غير ما نضايقوا الناس. ها وانا كنت ضايقت الناس فيه؟ وانا اللي قلت ولا هي اللي قالت؟ طول عمري وانا مرتك تقول لاختك ليه بتفول علي؟ قلت لك بلاش تيجي، قلت لك بلاش تيجي. قلت لي معقوله؟ معقوله اشوف عروسة ابو هبه زي الناس؟ اديك غفلكتيها. يعني غفلكتها؟ ايوه غفلكتيها. ما كنتش جيت معاك. طب اديني سكتنا. انا بحبك يا هبه، بحبك. يا بس غفلكتيها، غفلكتيها. طيب هتعين البضاعة؟ طيب أنا بقى هوريها البضاعة. خدي هاتي ده، امسكي امسكي. هفرسها. الدنيا هتطين، الدنيا أنا عارف، أنا عارف هتطين الدنيا. ربنا يستر. بدل المانجا اللي اتدلقت. باين الحاجة ما بتحبش تشرب من ايد حد. لا بس انا ماليش في الشربات. امال ليكي في ايه؟ ده حتى الشربات حلو. خلي الحلو لاصحابه. وحضرتك الحلو اخباره ايه عندك؟ عسل. على فكرة أنا عاملة لكم غدا إيه النهاردة؟ محشي كرنب وفلفل وبطاية. مشكرين. ما تخافش الفلفل بتاعي مش حرق. عارفينه الفلفل ده ملوش عازة، لو ما كانش الفلفل يلهلم ويولع في البوج يبقى ماسخ. انت بتحكي على ايه بس؟ على الفلفل الماسخ. خلينا في اللي احنا جايين عشانه. شوفي يا ست البنات، انا جاي اطلب يدك على سنة الله ورسوله، ونفسي تقبلي وانا قابل كل شروطك. شروط؟ شروط ايه دي يا ابو هيب؟ شروط ايه؟ غنيمة، غنيمة. ده ابو هيب، ابو هبه بيه، ده كفايه دخلته عليكي. وانا ماليش شروط، انا ماليش شروط خالص. انا ليا شرط واحد بس، بنتي تفضل عايشه معايا وفي حبي لحد بقى طبعا يعني ما تكبر وتتجوز، وساعتها هي اللي تستغنى عن حبي. وانا موافق. موافق تقعد البت مع امها؟ يجروا الفاتحه. مستعجل عليه؟ لسه بدري يا ابو هبه. نقروا الفاتحة، نقروا الفاتحة، والخميس الجاي إن شاء الله نكتبوا الكتاب. بدري يا أخوي. ما تغفلقهاش، ما تغفلقهاش يا غنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وعي أمه. أمال الولد منصور فين؟ اوعوا كده. خد مرته وراح يخطب. واه، ومرته تروح معاه ليه؟ ما رحتوش انت ليه يا كريم؟ واني مالي ومال كده ياما؟ هو لسه صغير؟ ده انا اخويا جد ما شاء الله. هتفضلي طول عمرك مدب يا كريم. شايفه يا كريمه؟ شايفه امك واخده بالها من كل حاجه كيف؟ لو هيبه اتجوز بجد، اول واحده هتروح فيها زكيه. ليه؟ هي ذكيه مرته واحنا ما عارفينش. لا يا نصح، ذكيه عيالها راكبين على الورث كله، لكن هيبه لو اتجوز ومرته خلفت وجابت واد يجوش. يعني يا ذكيه. ذكيه؟ ذكيه ايه وبتاع ايه؟ انا عايزه اشوف مرت ولدي احسن تطلع عفش. ده انا ابهدله. بكره نشوفوها ياما، بكره نشوفوها. بيقولوا حلوه قوي 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 قوي. ومين قالك؟
ماهر. اهو ماهر دي هو اللي هيخرب ايه ويسوي دي جواز. يا مر بتقولي ايه اكتبي تقولي ايه انت؟ حسبي يا كريمة هتخنقيه. مش احسن ما تولع في البيت باللي فيه. زكية ابو هابة هيجيب الواد. مبروك يا خوي. ربنا يسعدك يا ابو هيبة. مبروك يا خوي عقبال التالته. مبروك يا عمي. عقبالك يا ماهر. امال صافي فين يا كريمه؟ من ساعه ما طلعت ما نزلتش. يا ريتك منعتني اجي معاك وخلصتني من الخنقة دي. استحملني يا اخوي النوبة دي، لو تعرف الجواي اتصوت علي غصب عني. منصور غصب عني يا ود عمي. مين؟ أكيد جاي يكمل عليا، يمكن عارف إني جيت. هتفتح ولا لا؟ أيوة 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 دي عوة. اتفضل يا ماما. اتفضل. متجمعين عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ديلكم سنين ما تجمعتوش انتوا الثلاثة. بس خلود لسه واصلة يا بابا. خلود واصلة من زمان، من ساعة ما سافرت شرق وهي اتغيرت.